اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من الغردقه مدينه البحر الاحمر. هنعمل النهارده اول طبق هيبقى ريزوتو بالكاريماري، وهعمل معاه سلطه جمبري بالخس. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. اول طبق هيبقى ريزوتو بالكاليماري. اقول على المكونات: مرقه خضار، كاليماري، كريمه لباني، رز مصري، بصل، استعمل زيت وملح وفلفل. طيب عشان نعمل كاليماري وما يبقاش بيشد او ما يبقاش ما ينشفش، هنسوي الكاليماري الاول، نقطعه بس وبعدين نسويه لوح تقطيع وسكينه تانية. نفس الطبق او نفس البوله هقطعه، مش حلقات بقى، هنقطعه يعني بالطول زي ما بنقول عليه احنا جوليان. هقطعه رفيع علشان اسويه الاول في نفس الطاسه اللي هعمل فيها ريزوتو. فاللي يحصل ايه؟ يبقى البصل والزيت اللي انا سويت فيه، او يعني البصل والزيت اللي هيتحط فيه بعد كده الرز او اللي هيتعمل ريزوتو، يبقى فيه نفس الطعم بتاع الكاليماري. حط شوية من الزيت. هحتاج بقى ايه؟ زيت نباتي. ليه هحط زيت نباتي؟ طبعا كله ريزوتو ايطالي، احط زيت زيتون، هحط زيت نباتي لان انا محتاج نار سخنة جدا. حط كده 3 معالق. انا محتاج اغسل ايدي الاول، دي سليمة ما حصلهاش حاجة، دي بس اللي جالها او جا فيها شوية كاليماري. حطيت انا بقى زيت نباتي ليه؟ علشان محتاج يبقى سخن. شوف حتى بالميه كده اخباره ايه. لو حطيت زيت زيتون وسخن قوي مش هتبقى النتيجه اللي احنا عاوزينها. لسه السخونيه دي مش لدرجه السخونيه اللي انا عاوزها، فخليه جنبي كده. انا غسلت ايديا خلاص. ناخد سكينه تانية واقطع البصل. الريزوتو بقى كله بيقول لك ايه؟ لازم نستعمل الاوربوريو رايس اللي هو الرز المخصوص للريزوتو. انا شخصيا شايف ان الريزوتو يتعمل باي نوع رز الا البسمتي. البسمتي ما بيستحملش، وبعدين كمان مشكلته مش ما بيستحملش، بيشرب ميه كتير قوي. فهنقعد بقى نحط في ميه نص ساعه على ما يستوي. اهم حاجه الزيت يسخن. انا هاخد نص بصله بس. طبعا ممكن يتعمل بالثوم، ممكن يتعمل من غير، يعني زي ما احنا عاوزين، ممكن زبده زي ما حضراتكم تحبوا. صغر البصل كده ونسيب الكاليماري لحد اسيب الزيت لحد ما يسخن قوي. صغر البصل. طبعا نقدر نستعمل اللي هو الخل، خل العنب اللي من غير كحول، وممكن ما نستعمل، يعني زي ما حضراتكم تحبوا. طبعا احنا طريقه الطبخ في الدول العربيه او في الدول الاسلاميه مختلفه عن طرق الطبخ بره. هما بيستعملوا المواد الكحوليه، احنا ما بنستعملش الكلام ده، يعني طبعا كل واحد حر. كده الزيت سخن قوي، احط بقى الكاليماري. انا كنت محتاج اسمع الصوت ده عشان اطمن ان الكاليماري هياخد الدقيقه بتاعه السوا بتاعته، وبعد كده هطلعه. نقدر نستعمل دي. خلي بالنا بقى ايه من الحاجات السخنة دي. سوي كده. قصة الريزوتو حاجتين: التقليب والمرقة. المرقة هي اللي بتفرق. ونحط مرقة قد ايه كل قد ايه. معلقة فلفل اسود صغيرة. واقلب. واسوي. كده فاضل له 10 ثواني بالكتير ويبقى تمام. طيب دلوقتي في كميه حاجات طعمها حلوه تحت، عايزين نطلع النكهه دي. هحط البصل وابتدي اشوحه، وبعدين احط عليه نقطه ميه او نقطه من او يعني معلقه مرقه، هيتظبط وهيبقى مظبوط. كده انا خلصت الكاليماري. بالمعلقه بيتقطع. بصوا حضراتكم مش محتاج حاجه خالص، بالمعلقه اهي. نشيل بقى عشان ما ياخدش سوا زياده. يرجع تاني في بوله، لان لو سبته مع الريزوتو او مع الرز وانا عمال اقلب هيبقى
نتيجه مش مظبوطه وهيبقى هينشف جامد قوي، هيبقى ناشف يعني. طبعا بقى الدول الاوروبيه اللي بيستعملوا المواد الكحوليه بيطلعوا اللي لازق في الطاسه ده بالمواد الكحوليه. احنا ممكن نستعمل خل العنب، خل التفاح، خل الشاري، كل ده نقدر نستعمله. ده كده جاهز يرجع في اخر مره في الطبق. طيب يبقى دلوقتي عندي البصل، كل البصل، ونفتكر برضو ان المرقه اللي هنستعملها او هستعملها ما تبقاش بارده، يعني تبقى دافيه او يعني قريبه شويه لانها تبقى سخنه اكتر منها دافيه. الكريمه اللبانيه دي هتبقى في الاخر خالص، خليها هنا. نضف بسرعه. شوفوا حضراتكم الغامق اللي في الطاسه تحت ده، انا حتى هرفعها كده عشان تبقى ايه باين لحضراتكم. الغامق اللي في الطاسه ده مش حاجات محروقه، ده كل ده الطعم الكاليماري اللي لازق في الطاسه اللي هنطلعه بالمرقه. احط البصل، اسف، احط الرز، قلب اهو. طبعا ده هيزيد، هيبقى ده لطبقين لشخصين. ونزود ميه. شوفوا بقى الميه اللي اتحطت دي ازاي هتلم كل اللي لازق، ما بقاش في حاجه لازقه. انا حتى هجيب حتى كبشه جلد عشان ايه محدش يقول ان انا بكحت في الطاسه، مش بكحت فيها خالص، كل حاجه طلعت ايه. واقلب الاقي الميه ابتدت تخف. شوفوا هو كل حاجه طلعت خلاص. علشان تظبطوها في البيت اكتر ما تستعملوش الجار او الشفشق ده، استعملوا الكبشه. كل مره نزود كبشه واقلب كده. النار عاليه، هديها شويه. وبعدين بقى ايه، يفضل نفضل واقفين قدامه علشان لو سبناه هيحصل كالاتي. الجزء اللي تحت لو سبناه ومشينا يعني، الجزء التحتاني هيستوي والجزء اللي فوق مش هيستوي من الرز يعني. طب خلينا نقول مثلا ان احنا شغالين كده واحنا بنعمل ريزوتو، خلصت المرقه، كمل بميه مش هيحصل حاجه خالص. قلب. في طبعا طباخين عالميين بيعملوا ريزوتو من غير ما يقلبوه خالص، جربت لقيت النتيجه مش زي ما انا ببقى صابر عليه وبقلب بالراحه، لقيته بيبقى مستوي اكتر وكريمي اكتر، يعني في الماده الكريمه بتاعته تبقى اكتر كده. برضو لو لسه في حاجه لازقه نطلعها. ونزود ميه ونقلب، نزود ميه ونقلب. بعد مثلا 7-8 دقايق ممكن اسيبه 3 دقايق 4 دقايق بس ازود الميه لو في حاجه محتاجه اعملها في البيت يعني، طبعا ممكن اروح اعملها وارجع واسيبه على نار هاديه واجي. بس برضو يفضل الريزوتو بالذات نفضل نقلب فيه. شوفوا بقى حضراتكم دلوقتي المنظر بقى عامل ازاي. بولتو الرز اللي كانت قد كده عملت يعني، لو قسمناهم للناس اللي بتاكل كميات اللي هي يعني 180-200 جرام هتعمل تقريبا 4 بورشن او 4 مقاسات. ابتدت تنشف الميه، فممكن بقى ايه اخر مره هزود، خليها هنا. شوفوا حضراتكم لما كمان ما نقعتش الرز بقى كريمي ازاي، زيه زي الرز التاني بالظبط، يعني فرق بسيط قوي. ندوقه بقى كده نشوف التتبيل اخباره ايه. استوى جميل. هاخد شويه من الكاليماري واسيب وحدتين كده احطهم على وش الطبق ده عشان التزويق، وهحط كريمه لباني. ده اختياري اوبشنال يعني، مش شرط، هو اوريدي كريمي. لو عايزين بس نخليه بقى اغنى او ريتش اكتر يعني، هحط عليه 3 4 5 معالق كريمه لباني واقلب.
مش عارف، انا مش فاكر قلت لحضراتكم اذا كان لازم تبقى النار متوسطه لاقل من متوسطه، لان لو النار عليت هيتلسع من تحت. شوفوا حضراتكم رز مصري وطالع ريزوتو كريمي وتقيل، واحد ياكله يخش ياخد باور ناب او يعني يريح بعد الدور شويه. بس كده حلو قوي. درجه بقى السمك بتاع الريزوتو راجع لحضراتكم من هنا، ده الكلاسيك بتاع الريزوتو اللي هو لو جبنا معلقه وقلنا يعني كده، ده كده الكلاسيك بتاع الريزوتو. عايزين بقى تخلوه يبقى ناشف اكتر من كده نسيبه على النار، عايزينه يبقى سايب اكتر من كده كنا ممكن نخليه يعني نطلعه على النار من قبل كده بشويه. ودي خلاص محتاج سنه ملح كمان. على فكره هو لسه بيستوي، هو لسه طول ما هو في الطاسه والطاسه سخنه لسه بيستوي، وحتى لما بيتحط في الطبق برضو لسه بيكمل بقيه سواه. هحاول اخد بقى الكلماري ده كده. المفروض يعني الطبيعي 180 جرام عشان يبقى شكله حلو في الطبق، وعلشان هو لسه كمان هينفش في البطن فبلاش نزود منه قوي طبعا اللي انا مش شايفها. نحط شويه اللي احنا قلنا هنسيبهم في الاخر، وطبعا يعني يفضل لو في شويه بقدونس او في شويه زعتر. عندي زعتر كويس. بس كده كفايه قوي. زعتر فريش جبلي ده ريحته حلوه قوي، ده ريحته انا شميت ريحته هنا. يبقى اول طبق ريزوتو بالكاليماري. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سلطه جمبري بالخس. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. اول جزء من الحلقه كان ريزوتو بالكاليماري معمول بالرز المصري. عندي بقى دلوقتي سلطه جمبري بالخس. اقول على المكونات: بقدونس، خس، جزر، كمون، جمبري مسلوق، وليمون. استعمل زيت، استعمل ملح وفلفل. طب عايز اعملها بطريقه سهله قوي عشان ما اتعبش نفسي، كلها مره واحده كده في البوله دي، مش هتعب نفسي خالص. البوله جنبي اهي، احط فيها 4 معالق زيت زيتون. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. على فكره انا حافظها عشان انا متعود عليها، بس في انواع تانية من الازايز لو عملنا 4 5 دي ممكن تحط نص لتر زيت. واحط نقطه ميه دي علشان تخلي الدريسنج او تخلي الزيت يبقى سميك. تمام، فين اخد بس ورقتين كده من الخس ده. انا بحب اعمل الحركه دي دايما. ليه؟ لما الخس بيتفرد تحت كده في اخر الاكله بتلاقوا الخس ده بقى شرب كل حاجه، يعني شرب التتبيله وشرب الطعم، فبيتاكل برضو يعني ده ما يترميش. عملنا كده ملح نص معلقة، فلفل نص معلقة، ليمون هحط نص ليمونة بس، والنص التاني خليه مع الطبق. خلاص خلاص هجيب مبشرة. شوفوا بقى حضراتكم كل حاجة هقطعها صغنن أو صغير يعني. قبل ما أقطع بس نقلب الدريسنج كده علشان ما يبقاش إيه، يعني قلب الملح والفلفل تبقى كل حاجة. شوفوا نقطتين المية بيخلوا الدريسنج تقيل إزاي. نص كمية الكمون
انا اصلي يعني مش مشجع الكمون قوي مع السي فود يعني، مع ان طبعا كل الناس تقول انت ازاي بتقول كده، بس عشان هو طعمه قوي. وبعدين خس، بقدونس كله مرة واحدة بس بسرعة قبل ما يطير من الهواء، يعني مرة واحدة تقطيع بس. الهواء اليومين دول جاي أزيب، الناس بتاعت البحر بس هتعرف الأزيب، بس نقول إيه الأزيب ده برضو علشان تبقى المعلومة واضحة. عادة الهواء في مصر في قارة أفريقيا جاي من الشمال للجنوب، لما بيقلب يبقى أزيب، بيبقى جاي من الجنوب للشمال. عشان كده لو خدتوا بال حضراتكم في صوت موج، البحر الاحمر عامه ما فيهوش موج، فتلاقوا الريح جاي من الناحيه دي، ده الجنوب ده الشمال، فتلاقوا الريح جاي من الناحيه دي، ده معنى كده ان هيبقى فيه موج. الجزر والمبشره احلى طريقه ان احنا نعمل الجزر، نحط المبشره في البوله كده، لان الجزر واحنا بنبشره كده بيقعد ينط في كل حته في المطبخ، وتلاقوا حته لازقه في الثلاجه وحته لازقه هنا، فلما بيتحط في بوله كده بنبقى حاكمينه شويه. وكمان البحر لما بيكون ازيب بيبقى جايب ريحه سمك، يعني تحسوا كده ان هو الدنيا فيه ريحه سمك. حضراتكم طبعا عارفين قصدي ايه. كمان شويه، خلي بال حضراتكم على ايديكم من المبشره، واضح ان دي كمان جديده، فايه نخلي بالنا علشان الجزر اليومين دول كمان مسكر قوي بصراحه. ده خلاص نحط كده، تسيب 3-4 وحدات على الوش، يعني دلوقتي مش لازم اقلب بايديا بقى، انا مش بعمل تتبيله، ده خلاص ده هيتاكل على طول مش هيدخل في نار. اقلبه كده سهل قوي. والجمبري ده مسلوق، شويه ميه سخنه ونحط فيهم الجمبري 3 دقايق، ما بتغلي 3 دقايق ونطلعه. ايه دي سلطه الجمبري بالخس مرة واحدة اهي. طبعا بقى في البيت اقول لحضراتكم يعني الحقيقة مش هنقعد بقى نعمل في بولة وبعدين ننقل من بولة لطبق عشان ما نزودش غسيل مواعين. اخر حلو كده قوي، في عندي زعتر، بقية الزعتر ده شوية كده من الزعتر، عايز بس ابين الجمبري عشان هو المفروض عندي كده احساس ان الطبق مش يعني محتاج شوية زيت كمان بصراحة. زيت الزيتون طول ما هو يعني مسخنش قوي يعني مش مضر، او يعني لو قلنا المادة الدهنية أقل مادة دهنية ضررا عن السمنة والزبدة والحاجات اللي هي التقيلة دي. وبقية الليمونة هنا اهو، ويبقى كده النهاردة أول طبق كان ريزوتو كالاماري، تاني طبق سلطة جمبري بالخس. ألف هنا وشفا، وأشوفكم في حلقة جديدة. باي.